طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وبنستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أفضل الصلاة والتسليم. أو will you make 7 10 times bigger؟ وفي العادي 7 10 times bigger دي means what؟ means 10 times means 7 times 10 or 10 times 7. 10 times 7 put 0 and then 7 times 1 equals 7. طب انا عايز اجيبها من تاليه بسرعه بسرعه جدا. bigger 10 has only one zero. 10 has one zero. So if he said make 7 10 times bigger, so add zero. Add zero to mean to 7. So the answer will be 70. So if he said 10 times less, less, remove zero. ليه؟ لأن less أصلاً means what؟ means 700 divided 10. Divided 10. So 0 is cancelled with 0 and 70 divided 1 equal 70. ده في العادي لما أجي أعملها أعملها كده. أنا مش هقعد أعمل كده. هو بيقول لي make 700 10 times less. So 10 has only one zero. So remove 0 from 700. 700 remove 0, it will be 70. The answer will be 70. If he said make 50,100 times less, a hundred has two zeros. So remove less means remove. So remove two zeros. So the answer will be 500. In femto sani. تمام كده؟ femto second. Make 40,000 times bigger. Bigger, 1,000 has three zeros. Bigger means add three zeros, add three zeros to my answer or to my number. So 40, add three zeros, it will be 40,000. ده لما اجي احلها منتلي بحاول احلها بسرعه، احاول احلها بسرعه. انا فهمت. Bigger, add zeros. Less, remove zeros. طالما هو قال لي 10 times او 100 times and so on. ده ببساطه الايه؟ ان انا احلها بسرعه. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ What is the perimeter of the shape؟ عايز اجاوبها mentally. طب هو المفروض ان انا البريمتر بقعد اعمل ايه؟ 5 بلس 4 بلس 5، 5 ايكوال 5، خلي ده 5، خلي ده 4، تبقى الوجه بتاعي. This side equal this side, so this side is 4, this side equal this side, so this side is 4. المفروض في البريمتر عامة ان انا اعمل ايه؟ 5 بلس 4 بلس 5 بلس 4. طب ما انا كده الرول بتاعت البريمتر والريكتانجل هيلب مي في الموضوع ده ازاي؟ هقوم اعمل على طول 5 بلس 4، على طول 5 بلس 4 9، 9 تايمز 2 18. ليه؟ لانه يا رول بتقول لي ايه؟ اعمل ال 5 بلس ال 4 تايمز 2، يعني اعمل 5 بلس 4 ويطلع اعمله تايمز 2. فانا على طول بقى مش محتاج اقعد اكتب ستيبس كده، انا هقوم عامل ايه؟ 5 بلس 4 9، 9 تايمز 2 18 على طول. طب هنا في الترينجل هتعب شويه. ليه؟ لان هو الترينجل ملوش رول ثابته، هو عامل سم اوف سايدز. 5 بلس 3 8، 8 بلس 6 14. ده جاي. طيب وممكن مثلا لو السايد ده كان 7 كانت تبقى اسهل ان انا اعمل ايه؟ 3 بلس 7 عشان هتدي 10 على طول. 3 بلس 7 10، 10 بلس 5 15. ده انا المفروض ان انا اعمل 3 بلس 7 بلس 5. بس انا على طول مش لازم اقعد اعمل ده، دي بلس عاديه ما فيهاش حاجه. بس لما اجي اعمل بلس ما اقعدش اقول بقى 3 بلس 5 8، ارجع اعمل ال 8 بلس 7، 8 بلس 7، هضطر ان انا ايه ممكن هتاخر شويه في العد، يعني هتاخر شويه ان انا ايه to count 8 plus 7 put 8 in my mind and 7 on my hands then count after 8 هاخد يعني ايه more time. لا انا ممكن انا اعملها على طول سريعا. Search for the two numbers, their sum equal 10. يعني مثلا ايه؟ 3 plus 7 10، 10 plus 5 15. يعني دايما search for the number, the numbers, their sum has zeros. Their sum has zeros. يعني واحد مثلا بيقول لي اعمل ايه؟ بس باي ذا واي يعني بيقول لي اعمل 200 plus 5 plus 800. ما اقعدش انا اقول 200 plus 5 equal 205. 205 plus 800. لا انا على طول انا ملاحظ ان 200 plus 800 equal 1000 على طول. يعني دايما دايما في الصم، يعني سيرش فور اللي هو يدي لك ايه؟
10 1000 100 دي بتبقى اسرع، او معمل على طول 200 بلس 800 1000 1000 بلس 5 يبقى 1000 اند 5 على طول. المنتالي دايما لما بكون بعمل بلس ادور على اللي هم ايه ريجيت زيروز. طيب السكوير، السكوير المفروض ان انا اعمل ده 5 وده 5 وول سايدز ار 5، المفروض ان انا قاعد اعمل 5 بلس 5 بلس 5 بلس 5، انا كده هاخد وقت هطلع 20 فعلا بس هاخد وقت. لا انا فاهم ان ال 5 ريبيتد 4 تايمز، طالما ال 5 ريبيتد 4 تايمز خلاص 5 تايمز وهكون طبعا لازم اكون حافظ التايم تيبل انا جبتها بسرعه. يبقى دايما الرول بتساعدني في الموضوع الايه؟ بتساعدني في المنتال برضه. هنا في الريكتانجل قمت عامل على طول 4 بلس 5 9، 9 تايمز 2 في دماغي على طول. طب هنا ال 5 ريبيتد 4 تايمز سو 5 تايمز 4 ايكوال تو، لو مثلا جاب لي فيجر وريبيتد 6 تايمز، يعني مثلا جايب لي ايه؟ جايب لي مثلا هيكساجون، هيكساجون جايب لي عامل لي كده مثلا اهو، اوريك بس هيكساجون كده مثلا او اوكتاجون، في اوكتاجون كده وقال لي ده مثلا سي انه 5 او 10، مش معقول انا هقعد اعمل ايه؟ هو ريجولار اوكتاجون سو اول سايدز، اول سايدز فور ايتش سايد ايكوال 10، ده يبقى 10 10 اند سو اون. انا مش معقول هقعد اعمل 10 بلس 10 بلس 10 بلس، لا 10 ريبيتد 8 تايمز سو 10 تايمز 8 ايكوال 80، يبقى جبتها في ثانيه. هو اداني ايه كده كام؟ 10 تايمز 8 يبقى عامل 10 تايمز ذا نمبر اوف سايدز، زي هنا السكوير هاز 4 سايدز سو 5 تايمز 4. اداني مثلا لو كان اداني الترينجل ده مثلا وكان قال لي ان هو ايكولاترال، ايكولاترال مثلا والسايد 5 كان عامل لي كده ايكولاترال، خلاص ال 5 ريبيتد 3 تايمز سو على طول، يعني انا عندي ال 5 ما عادش اقول بقى 5 بلس 5 بلس 5، 5 ريبيتد 3 تايمز سو 5 تايمز 3 ايكوال. طالما ان انا ريبيتد النمبر بتاع ريبيتد يعني ايه 3 تايمز او عامله تايم 3 ريبيتد 8 تايمز تايمز 8 اند سو اون، دي الفكره بتاعتي.